استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا اليوم في قصر الصخير معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للسلام على جلالته بمناسبه انتهاء فتره عمله امينا عاما للمجلس. وخلال الاستقبال اعرب جلاله الملك المعظم عن شكره وتقديره لمعالي الامين العام على الجهود الطيبه التي بذلها خلال فتره توليه مهام عمله، مشيدا بمساعيه المقدره لتطوير عمل الامانه العامه لمجلس التعاون وتعزيز مسيره العمل الخليجي المشترك بما يحقق تطلعات دول المجلس وشعوبه الشقيقه. في مزيد من الترابط والتكامل والرخاء والازدهار ومواصلة دوره الريادي في ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار إقليميا وعالميا وأثنى جلالته على ما حققه مجلس التعاون منذ تأسيسه من إنجازات ومكتسبات عديدة في الميادين كافة متمنيا للدكتور نايف بن فلاح الحجر في دوام التوفيق والسداد من جهته اعرب الدكتور نايف بن فلاح الحجرف عن شكره الجزيل وتقديره البالغ لحضرة صاحب الجلالة على دعمه المتواصل لمنظومة العمل الخليجي المشترك تحقيقا لاهدافها السامية. مشيدا بالدور الفاعل لمملكة البحرين وجهودها المشهودة للدفع بمسيرة مجلس التعاون الى افاق ارحب واسهاماتها الداعمة لتطوير مجالات التعاون الخليجي.